بئر زمزم في مصر. ربما لا يعلم الكثيرون أن هناك ما هو يوازي بئر زمزم في مصر. يمكن تكون أول مرة تسمع الاسم ده، لكن بعد ما تعرف قيمته ومعجزاته مش هتنساه أبدا، وأكيد هتفكر تزوره. المكان ده يا سيدي موجود في مصر، وتحديدا في منطقة وادي النطرون. قصته فعلا بتفوق الخيال وضد قوانين الطبيعة أساسا. القصة يا سيدي بتقول إن في بحيرة في وادي النطرون اسمها بحيرة السماء أو البحيرة الحمراء، والبحيرة دي من أكتر البحيرات ملوحة على وجه الأرض. وفي رحلة العائلة المقدسة نزل في المكان ده السيدة مريم العذراء وسيدنا المسيح عيسى عليه السلام لما كان طفل، ومعاهم يوسف النجار، أو هنا بكى الطفل من العطش. هنا حاولت الأم إنها تشوف لطفلها مية عذبة يشربها، وطبعا البحيرة زي ما قلنا شديدة الملوحة جدا وما تصلح للشرب نهائي. ولكن هنا دعت السيدة مريم ربها، وفجأة تفجر ينبوع ماء عذب من داخل البحيرة. تخيل، ماء عذب يخرج من وسط ماء مالح شديد الملوحة عشان يشرب نبي الله في معجزة كانت ضد كل قوانين الطبيعة. القصة دي بتفكرنا بقصة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليه السلام لما تفجر بئر زمزم من تحت قدميه. المعجزة واحدة والفاعل واحد هو الله عز وجل، ولكن في مكانين مختلفين. تخيل إن النبع ده لسه موجود لحد دلوقتي داخل هذه البحيرة، وما جفش لحد دلوقتي رغم إنه مر أكتر من 2000 سنة، وعاملين حواليه جوه البحيرة زي بئر يحوط بيه عشان يفصلوا بينهم وبين المياه المالحة اللي في البحيرة. مية الينبع ده اللي بيطلقوا عليه بئر مريم أو بئر زمزم المصري، إن المية بتاعته بتساعد على شفاء أمراض كتير جدا، وطعمها مختلف عن الآبار والبحيرات اللي موجودة في مصر. البئر كان في بداية البحيرة، لكن مع مرور الزمن وتغير الطبيعة الجغرافية للبحيرة أصبح داخل البحيرة، ولكن في موجود ممر صخري عشان توصل للبئر ده. البحيرة كمان نفسها تحس إنها هدية من السماء فعلا لمصر، وهتعرف إنها هدية لما تشوفها وتعرف قيمتها فعلا. قيمتها في احتوائها على الكثير من الأملاح الكبريتية وأملاح البوتاسيوم اللي بتعالج الكثير من الأمراض الجلدية زي الإكزيما والصدفية، وكمان أمراض تانية زي الروماتيزم والروماتويد والتهاب المفاصل، وبتعتبر تاني أكبر بحيرة علاجية في العالم بعد البحر الميت في الأردن. فعلا مصر ثرية وفيها كل حاجة حلوة، وفيها بئر زمزم تانية يا رب كلنا نشوفها ونستفيد بيها ونتعلم.